حمام دباغ ولا حمام سخوطين، كل واحد كيف يحب يسميه. عنده حكاية موراه معروفة ومحكية لكل الناس في المنطقة. هذاك المكان أتيراني باسمه وحكايته عنده مدة ديجا، والعام اللي فات في العطلة تاع الشتا راني شافي قلت بلي لازم نروح نضرب له طلة. لتما قلت صحابي هما تاني فوتوغرافي جو معايا، تبعوني في الفكرة واتجهنا للقلمة، وغير لحقنا دهشنا من مناظر الخلابة اللي كانت قدامنا. حسيت هذاك المكان كلي كان سحري، وما كنتش وحدي، قاع الناس اللي كانت تما كان عندها نفس الإحساس كيما ديالي. التماك واش جاني في البال هو انه ندي لاباري ونبدا نصور. بديت نصور كل شيء، وكي دخلت للدار باش نعاود نشوف تصاوري لقيت بلي هذه هي اللي كانت توالم اكثر الريزلت اللي كنت حابه واللي كان في راسي من بكري. العريبي رشيد كمال، طالب جامعي ومصور هاوي.